ينضم إلينا من دبي سعادة الدكتور وسام عدنان الربضي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني. معالي الوزير، في البداية أعلنتم اليوم عن مبادرة مليون رائد أعمال عربي من خلال هذا المعرض، ما هي تفاصيل هذه المبادرة؟ شكرا أحمد ومساء الخير لكل المشاهدين والمستمعين. حقيقة هذه المبادرة هي مبادرة أو مشروع بعنوان مليون رائد أعمال رقمي عربي، وهي يعني أطلقت ضمن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تحت مظلة الاتحاد العربي، الاتحاد الرقمي العربي. وتهدف هذا المشروع وهذه المبادرة حقيقة لدعم وتأهيل مليون شاب وشابة في العالم العربي لإنشاء شركاتهم ومشاريعهم الصغيرة الخاصة بهم عن طريق تزويدهم بالتدريب الرقمي خلال منصة انترافايبل، وأيضا مساعدتهم على تطوير خطط عمل شركاتهم وتشبيكهم مع المستثمرين والمرشدين والشركاء الاستراتيجيين. هل هذه المبادرة ستبدأ من مليون إضافة شابة في هذا المجال، أم أنكم ستبنون هذه المبادرة على من هم موجودون بالفعل؟ لا، هم يعني حاليا المنصة فيها أكثر من 150 ألف شاب وشابة عربي من جميع أنحاء العالم، ولكن إن شاء الله سنبني على هذه على هذا العدد للوصول إلى المليون رائد أعمال رقمي، طبعا تحت مظلة وبجهود الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اللي هم الشريك الاستراتيجي، وهذه المبادرة هي تحت مظلة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اللي هي زي ما كلنا نعرف هي جزء من جامعة الدول العربية، واللي تشرفنا أيضا اليوم بوجود دكتور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والذي أعلن عن هذه المبادرة. فإن شاء الله بنهاية يعني قبل نهاية هذا العام الهدف هو الوصول إلى مليون شاب وشاب عربي للدخول لهذه المنصة والبدء بتطوير خطط أعمال لأفكار ريادية في الاقتصاد الرقمي، وهذا كله طبعا زي ما أنت عارف أخي أحمد هو يعني يساهم في حل تحدي البطالة الذي يعاني منه العالم العربي اليوم، وبالذات في فئة الشباب. احنا يعني ندعو كل الشباب العربي للدخول بهذه المنصة وبدء في تطوير اعمالهم وافكارهم الريادية، وان شاء الله المنصة والاتحاد العربي وجامعة الدول العربية ستقدم كل الدعم لهؤلاء الرياديين حتى يروا مشاريعهم ناجحة على ارض الواقع. مع الوزير، أعتقد أن الآن هناك مليون شاب عربي متحمسون للمشاركة معكم، لكن ما هي آليات التدريب؟ هل ستعتمدون على شركات كبرى مثلا للتدريب؟ يعني كيف سيكون الوضع؟ هي صحيح المنصة الرقمية لتطوير ريادة الأعمال أو انترفايبل، هي هذا المشروع يعني تفتح حقيقة قام حاليا بتطوير مناهج رقمية موجودة على المنصة تتكون من عدة مسارات. المسار الأول هو البدء في المشروع، وهذا للشركات الجديدة اللي ترغب في التأسيس. هناك محور للشركات القائمة حاليا ومساعدتهم في النمو، وهو للتوسيع العمل. ومحور ثالث هو للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في هذه الشركات الناشئة. فبالنسبة للمحتوى الرقمي هو حاليا موجود وقد طور، وهنالك يعني معتمد من كثير من الجهات الدولية، وهو أكثر من 50 ساعة رقمية على المنصة.
يقوم رائد الأعمال بالالتحاق وأخذ مثل هذه الدورات قبل البدء في تطوير فكرة عمله وخطة العمل لمشروعه. مع الوزير، يعني هناك قواعد تكنولوجية كبيرة في الدول العربية، لعل منها مصر، الأردن، بعض دول الخليج وغيرها. هل ستكون هذه منصات مركزية للتدريب مثلا؟ هل سيكون التدريب عبر الإنترنت، عبر وسائط تكنولوجية، أم سيكون مباشرا في قاعات دراسية؟ لا طبعا محمد، يعني اليوم احنا الفكرة كلها هي البناء على التكنولوجيا الرقمية، زي احنا ما نعرف اليوم حتى كثير من الجامعات اليوم وخاصة بعد جائحة كورونا تتوجه إلى التدريب والتدريس وإعطاء الشهادات عن طريق الإنترنت وعن طريق المنصات وبوجود محتوى رقمي عالي الجودة. فلا إن شاء الله راح تكون يعني أغلبية هذا المحتوى سيكون موجود على الإنترنت، بحيث يستطيع أي شاب أو شابة عربية الدخول إلى هذه المنصة وتلقي المعلومة وإنهاء الدورة عن طريق بطريقة رقمية وبطريقة عن طريق الإنترنت، وهذا طبعا مشان عملية السكيلينج، مشان عملية الوصول إلى مليون شاب وشابة عربية. واللي بتعرف إنه إذا اعتمدنا فقط على التعليم الوجاهي وقاعات التدريب والمحاضرات يكون من الصعب عملية الوصول إلى مليون رائد أعمال عربي، ولكن بوجود منصة رقمية وقدرة أي رائد عربي رائد أعمال عربي الدخول إلى هذه المنصة وبالتالي تلقي المعلومة، وليس فقط تلقي المعلومة، هي تلقي المعلومة والمعرفة هي الجزء الأول من هذه الرحلة، ولكنها أيضا نستكملها بتطوير بالمساعدة الرائد العربي بتطوير خطة العمل للشركة والوصول لشركاء استراتيجيين ووصول للتمويل أيضا للبدء في هذا المشروع. مع الوزير، يعني لعل من نافلة القول الحديث عن هذه السرعة الشديدة في منصات التواصل الاجتماعي، في منصات الذكاء الاصطناعي، مايكروسوفت اليوم عن طريق رئيسها بيل غيتس يتحدث عن تطبيقات في الذكاء الاصطناعي قد تغلق كثيرا من منصات التواصل، من منصات التسوق وغيرها، وقال إن الأقدر والأبقى سيكون هو الأقدر على إيجاد منتج جديد مختلف يسيطر على كل هذا السوق. بالتالي متى يمكن أن يكون لدينا منتج عربي ينافس في هذا المجال عن طريق هذه العقول التي ربما المليون ستكون نواة فيما تفضلت؟ نعم، بكل تأكيد، وهذه بعض التطورات التي تحصل يعني فقط قد تكون في الست أشهر الماضية، وإحنا شفنا عدد المشتركين وعدد المستخدمين لجي بي تي شات ولكثير من هذه التطبيقات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والإي آي، فإحنا مدركين لهذا الموضوع ونعمل على تربية وتشبيك والبناء على مثل هذه البرامج ومثل هذه التطبيقات، بحيث يصبح الذكاء الاصطناعي هو جزء من عملية التدريب وعملية تطوير البيزنس بلان أو خطة العمل لهؤلاء الرياديين. فعلى سبيل المثال، من خلال تطوير خطة العمل راح يكون هنالك قوم اليوم بالعمل على إدخال موضوع الارتفيشال انتليجنس وموضوع الذكاء الاصطناعي في كيفية تطوير خطة العمل والمعلومات عن السوق وأي معلومات أخرى عن المنافسين وإلى آخره، فسيكون هذا جزء من هذه المنصة، ونحن ندرك تماما بضرورة التشبيك والبناء على هذه التكنولوجيات السريعة الانتشار والتي تغير من معلم التنافس ومعلم كيفية استخدام الإنترنت والبراوزر والبحث عن المعلومة وتطوير الأفكار، فبلا شك هذه ستكون جزء وجزء مهم من هذه المنصة.
مع الوزير، التعاون العربي في مجال تكنولوجيا المعلومات هو ربما أحد مخرجات القمة العربية الأخيرة. إذا ضيقنا الدائرة لننظر في التعاون المصري الأردني مثلا في هذا المجال، وكما قلنا هناك قاعدتان تكنولوجيتان كبيرتان في هاتين الدولتين، كيف يمكن التنسيق بين المكونين في البلدين؟ طبعا احنا يعني اليوم يعني نرى كثير من التعاون، يعني في الأردن عندنا على الأقل حاضنات أعمال مصرية ابتدأت في مصر مثل بلاستيك كلاب وغيرهم اللي ابتدأوا في مصر واليوم لهم فروع في الأردن وفي الإمارات. أيضا كثير من المستثمرين سواء المصريين أو الأردنيين بالنسبة لهم مش مهم رائد الأعمال في أي دولة، بالتالي هي فكرة جيدة وقابلة للاستثمار، وبالتالي كثير من المستثمرين ورأس المال المغامر الذي يبحث عن مثل هذه الأفكار ومثل هذه الشركات الناشئة، وسواء كانت هذه الشركات في مصر، في الأردن، في الإمارات، في تونس، في أي منطقة عربية، نجد كثير من رأس المال المغامر والفينشر كابيتال والمستثمرين الذين يبحثون على مثل هذه الفرص الاستثمارية في الشركات الناشئة وخاصة الشركات الرقمية لقدرتها السريعة على النمو وتحقيق الأرباح. طبعا على مستوى القطاع الخاص هنالك كثير من التعاون، وأيضا أعتقد أن الحكومات تحاول الزيادة من أشكال التعاون والتربيط في خلق بيئة ريادية في العالم العربي، وبالتالي يصبح رأس المال يبحث عن مثل هذه الشركات، وهذه الشركات تدخل كثير من الأسواق العربية بغض النظر عن بلد المنشأ. مع الوزير، إذا كان حجم التجارة العربية يعني ضئيل مقارنة بغيره من مكونات عالمية، يعني أعتقد أن التسوق الإلكتروني، التجارة الإلكترونية العربية يمكن أن تأخذ منحا مختلفا هذه المرة بأفكار شابة، بتطبيقات مختلفة بهدف الوصول إلى يعني منتج مختلف أو توصيل منتج مختلف، بالتالي نحن أمام تكامل عربي بشكل مختلف قد يعوض ما سبق. أتفق معك 100% أخي أحمد، كما ما نعلم هذه التطبيقات الرقمية لا تعرف الحدود ولا الجمارك ولا كثير من المعيقات اللي أحيانا تكون معيقات أمام التجارة العربية. اليوم التكنولوجيا والتطبيقات والبرامج والخدمات الرقمية تنتشر بين الدول بدون التحديات الفيزيكال الموجودة في البضائع التقليدية. لذلك احنا نرى انه بالفعل هو هذا منحنى جديد، يعني المجال كبير جدا، وخصوصا انه احنا نحكي عن سوق عربي قد يتجاوز ال 450 مليون كاستمر، وبالتالي كثير منهم متحدثين في اللغة العربية، وجود المحتوى العربي، وجود الثقافة المشتركة، هذا يجعل كثير من الشركات الناشئة تتوجه أولا إلى الأسواق العربية قبل الخروج إلى الأسواق العالمية. فأنا أعتقد أن هذه التكنولوجيا هو فرصة جديدة للتكامل والتعاون العربي في مجال التكنولوجيا، في مجال التجارة الإلكترونية، وفي عديد من المجالات. مع الوزير، هل تعتقد أن الجامعات والمعاهد والمناهج الدراسية عموما تقدم منتج بشري كافي لاستيعاب كل هذه الأمور، كافي عدديا أيضا للتوسع أفقيا ورأسيا في مجال جديد ربما ندخله بقوة عربيا إن شاء الله؟ والله ما يعني أعتقد أنه هنالك مجال مزيد من مثل هذه الخدمات، وإحنا بنعرف المميزة في التكنولوجيا في مجال التكنولوجيا والريادة الرقمية هي قدرتها على التوسع، على السكيلينج بطريقة كبيرة وبتكلفة قليلة. فبالتالي أنت اليوم لما بدك تكون في جامعة وبدك غرفة محاضرات ومواصلات للوصول إلى غرفة المحاضرات ومدرسين وإلى آخره، كل هذه تكلفة عالية. يستطيع عن طريق التكنولوجيا
يعني التوسع فيها والوصول الى اكبر عدد ممكن حتى في مناطق كيف تقول بعيده عن العاصمه في كثير من بلداننا العربيه. بلا شك التدريب الوجاهي والجامعات تبقى جزء مهم من المنظومه، ولكن الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا قد تسرع وتوصل الى كثير من الناس اللي قد لا يكون لديهم الفرصه للوصول لمثل هذه المعلومات ولمثل هذا التدريب ومثل هذه الفرص اللي ممكن اليوم الاقتصاد الرقمي يفتح. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من دبي معالي الدكتور وسام عدنان الربضي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، شكرا جزيلا لوجودك معنا.